وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. بعد اذنك يا عم الشيخ، كنت عايز اسأل بس عن الاقساط، هل هي حرام ولا حلال؟ الاقساط من البنك ولا من غير البنك؟ اشتريت سلعة مثلا وانا معيش ان انا اسدد تمنها، فبيقول لك اقسطها لك، بيدفع كل شهر كذا يعني اكتر من التمن بتاعها الاصلي. اذا كان مجرد تاخير في البداية، يقول انا ابيعها قسط ب1000 ونقدا ب800 جائز، لكن اذا قال ادفع 500 او 500 الاخرى تؤجل مع زيادات لا يجوز.